أهلا بحضراتكم من جديد. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تلقى طلب من 6 دول في عملية تقديم العطاءات لاختيار الدولة المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2027. ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي بيان وضح من خلاله أنه الدول اللي تقدمت هي مصر والجزائر وبتسوانا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ملف مشترك، ودول الدول اللي تقدموا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027. كمان عندنا غدا مباراة ما بين النادي الأهلي وفريق الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يعني هيتأهل من المباراة دي لنصف النهائي، هيقابل الفائز ما بين فريق الترجي التونسي وشبيبية القبائل الجزائري. خلينا نروح مع حضراتكم لناقد الرياضي محمد جمال يضعنا في التفاصيل، ولو هنتكلم بداية عن تفاصيل تقدم مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، مساء الخير. نور. واحنا بنتكلم عن استضافه مصر واستعدادات استضافه مصر او تقديم الملف للكاف لاستضافه كاس الامم الافريقيه 2027، وزي ما كنا بنقول 6 دول تقدمت للاستضافه. بص، اكيد في البدايه شيء جيد جدا ان مصر تتقدم طبعا بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2027، بدون بقى طبعا النظر يعني ان احنا سواء بقى نظمنا البطوله او ما نظمناهاش، ولكن مصر قادره على تنظيم طبعا بطوله كاس امم افريقيا بشكل كويس جدا. صحيح. يمكن كانت من افضل النسخ اللي موجوده الفتره اللي فاتت في تاريخ امم افريقيا كانت نسخه 2019 من حيث كل شيء، من حيث التنظيم، من حيث الفنادق، من حيث المطارات، من حيث كل حاجه، الطرق، من حيث كل الحاجات اللي كانت محتاجاها المنتخبات، حتى على الرغم من خروج منتخبنا الوطني من دور ال 16 قدام جنوب افريقيا وفوز الجزائر بالمباراه النهائيه اللي كان فيه حضور جماهيري كبير جدا، كان فيه متابعه عالميه بشكل كويس جدا. صحيح. فدايما مصر قادره انها تنجح كل بطوله تقام على ارضها. في نفس السنه برضو 2019 لو حضرتك تتذكري كنا نظمنا بطوله ايضا امم افريقيا تحت 23 سنه وفاز بها منتخبنا الوطني، فعندنا خبرات كبيره جدا في التنظيم طبعا، وقبلها 86 وقبلها 8 وقبلها 2006، فعندنا خبرات كبيره جدا. ولكن طبعا انت عارفه ان الكاف دايما بيطرح بطولاته للاتحادات اللي هي بتاعته، اتحادات الاتحاد طبعا الافريقي، ان انت تقدمي لو انت عاوزه تتقدمي بطلب للترشح او لتنظيم بطوله امم افريقيا. طبعا مصر طبعا الطلب ده بيجي اتحاد الكره المصري، طبيعي جدا ان مصر تقدم. هل تم خطوه ايجابيه في الملف ده؟ لا لسه طبعا، انت لسه بتتكلمي على 2027، يمكن هم لسه الكاف اصلا ما حسمش 25، يمكن الاقرب ليها المغرب، ويمكن كانت الفترة اللي فاتت التقارير كلها بتطلع وبتقول ان ممكن الجزائر هي الاقرب ل 2027، ولكن اتمنى ان بعد ظهور مصر في الملف اتمنى ان احنا كاتحاد كرة مصري يشتغلوا ان هو ان شاء الله البطولة تكون موجودة في ارضنا. خلي بالك بتدي دوافع كبيرة جدا، انا بقى هتكلم ككرة قدم. صحيح. تديك دافع انك منتخبك يكون مرشح بشكل قوي جدا للفوز بالبطولة على ارضك وجماهيرك. مصر السنة اللي فاتت كانت هي واصلة المباراة النهائية في امم افريقيا قدام السنغال، كنا كمان كنا خلاص على مشارف الصعود لكاس العالم. السنه الجديده ان شاء الله اللي هتبدا هتتلعب في كوت ديفوار امم افريقيا، ان شاء الله منتخبنا قادر مع روي فيتوريا ان هو يقدم بطوله كبيره. عايزين ان شاء الله كمان برضو 25 و27 منها 27 تكون على ارضنا، اتمنى ان يحصل فيها خطوات باذن الله الفتره الجايه. وانا واثق ان مصر لو ان شاء الله البطوله دي جت في القاهره اعتقد هتكون بطوله عظيمه جدا، لان احنا عندنا ملاعب وعندنا البنيه التحتيه، عندنا كل حاجه تقدر تخلي البطوله تمر بشكل كويس جدا زي ما حصلت قبل كده ونجحنا نجاح باهر. صحيح.